محترمه، وهو ده نتيجه او هي دي نتيجه التقدير المتبادل. هو العلاقات المحترمه بتيجي يا استاذ ابراهيم من الشفافيه. بالظبط. هو الصراع بيجي من ايه؟ انا عايز امرر حاجه، عايز حاسس انها او حاسس انها هتصطدم مع الجهه اللي هي هتعتمدها. بس انا ما عنديش ما اخشاه ولا اخاف. هو انا ليه كل مصلحه في حاجه؟ بالظبط. هو انا ضامن عمري؟ هو انا قاعد طول العمر انا بعمل حاجه للنادي الاهلي؟ اذا لما تتعمل حتى لو اتعدلت حاجه، جت حاجات ضد توجهي وضد رغبتي، خلاص إن هو ده اللي جمعيه المويه هتستفتي عليه، واذا اقرته يبقى هذا هو ما يريده المجتمع وقتها. لكن انا ما في كلمه راحت مني، الاستاذ كفراوي بيقول الاغلبيه الحاكمه واعضاء مجلس الاداره، عشان برضو يعني هقول اللي فهمته وانت تقول اللي سمعته وفهمته برضو. انا فهمت من كلامه ان الكلام الاغلبيه الحاكمه انت بتقول لا 66، انا ما زلت عند رايي انها ممكن تبقى 51 بدليل انها اتعدلت. لكن ارجو انها تتفق مع برضه مع قوانين الاستثمار. بس انا شايف ان الدكتور فاروق عقده كان موجود وشافها. بالظبط. لكن اللي بيتحدث عنه استاذ ابراهيم الكفراوي برضه لازم يثار في هذا الامر. اللوائح او القوانين بتمنع هنا اللي ممكن يبقى فيه تعارض، ان اعضاء مجلس الاداره بتوع مجلس اداره النادي الاهلي يبقوا اعضاء مجلس اداره في الشركات، دي. لان هو مش مفروض انه يعني يبقوا يتربحوا من وجودهم كاعضاء مجلس اداره، فكان دايما يتقال انه متطوعين. اذا كان في حد يبقى، اذا كان القانون بيجيز هذا خلاص ما فيش خلاف. طب لما بيجيز هذا يبقى هو ده الغرض، ان ما يبقاش يضمن، مش النادي الاهلي بقى يضمن ان الشركه دي ما بتتعملش عشان يشتغل فيها عضو مجلس اداره. بالظبط. عموما اعتقد وجود قامات اقتصاديه كبيره جدا في البلد بحجم الدكتور فاروق العقده واخرين معاه، بس هو عمده برضه من القامات الاقتصاديه الكبيره، وجودهم في المشهد الخاص بوضع اللائحه فيه ما يطمئن على صياغه البنود الاستثماريه المهمه في دستور الاهلي. يبقى الاهلي هو المعلم، يبقى الاهلي هو الرائد، يبقى الاهلي هو الذي يسعى دائما للحفاظ على التميز. ومع هذا خلصوا فيه كل الشائعات. قبل ما تطلع الجمله، قبل الفصل بس اتفضل جمله واحده. هو احنا ليه مهتمين والدنيا الوقت ده كله للمناقشه هذا الكلام واللائحه لان ما زلت بقول يجب ان يعطي النادي الاهلي، مش بس مساله انك توافق على اللائحه، اذا لم تكن جمعيه النادي الاهلي اقرار لائحته هي الاكبر على مستوى كل الجمعيات، مش هبقى مبسوط ولا انت مبسوط. صحيح. ولا النادي شاعر. عايزين نقول يا جماعه الاهلي عمل لائحته وجاء يحميها. ليه؟ لأنهم خلصوا فيه كل الشائعات. بعد الفاصل كلام مهم.